قلت لكم في الانترو بتاع الحلقه ان احنا النهارده معانا فقره هتهم الناس كلها، لانه الموضوع ده بقى حديث شاغل السوشيال ميديا وشاغل كل القعدات حتى ما بين الناس وما بينهم، وهو الذكاء الاصطناعي. كل يوم بنسمع عن تطورات جديده، ولما بنسمع عن تطورات جديده بيبقى فيه زي حاله هلع، ده في مهن هتظهر، ده في مهن هتختفي. النهارده هنحاول نفهم اكتر عن تاثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل ومستقبل بعض الوظائف، ونسال سؤال: هل الذكاء الاصطناعي فعلا هيسيطر على كل حاجه ويحل محل البني ادم؟ هنحاول نعرف ده من ضيفنا اللي منورنا النهارده، باشمهندس رامي رزق الله، استشاري الذكاء روماني رزق الله. اوكي معلش، بص اللي بصيت معايا هتلاقيها مكتوبه والله، مش غلطتي، ماليش دعوه. لا يا خبر ابيض. يا خبر ابيض. منورنا يا استاذ روماني، وحضرتك استشاري الذكاء الاصطناعي. وليها بقيه والتحول الرقمي. صح كده؟ بالظبط. منورنا يا فندم. عايزين نعرف بقى يعني ايه اصلا الذكاء الاصطناعي ده، وهل عنده وعي زي الانسان؟ بص يا فندم، الذكاء الاصطناعي هو ازاي انا اخلي الماشين تبقى ذكيه، عندها ذكاء. يعني هدي حضرتك مثال صغير قوي. الطفل بيتولد ابيض شويه، بيبتدي يعرف يتكلم شويه، بيقدر وهكذا، بيتكون عنده قدره و ذكاءات متعددة على المدى البعيد. نفس الكلام مع اختلاف التشبيه طبعا، يعني بنعمله للماشين. ازاي احنا نخلي ندخل بارامترز كتير جدا للماشين دي، وبناء عليه بعد كده اقدر بتولز معينة اقدر استخدم البارامترز دي، هيوج بارامترز بالمليارات، وفيا الجوريزمز معينة بقدر. ومن هنا مثلا اكزامبل، يعني حته الشات جي بي تي دي، يعني جينيريك بري تريند ترانسفورمر، تمام. فده الابريفيشن، ده الاختصار. من الاختصار ده يفهمني يعني ايه انا بقدر ادي ده جينيريك، حاجه انا بجنريتها، انا اللي بقرر بخلقها. أيوة بالظبط، على حسب المعطيات اللي بديها له. بالظبط كده. أوكي. وبالتالي هذه الماشين بتبقى عندها القدره انها تلبي لي اجابات كتير وتديني حلول كتير في اللا زمن، في اللا وقت. وده يسوى، لانه احنا الصراع البشري هو صراع، انا دايما بقول في حاجتين: الزمان والمكان. الزمان ده حاجه مهمه جدا، يعني انا هعمل اللي انا هعمله ده في قد ايه بالظبط، في وقت قد ايه، وهعمله بكواليتي شكلها ايه. فده مهم جدا، وده اهميه وجود الذكاء الصناعي واهميته ان هو تول. يعني وبرده هقول لحضرتك حاجه، يعني كان في اي حاجه جديده ليها اوبوزيشن، ليها مقاومه، في بدايه العصر الصناعي كان في العمال اللي بيشتغلوا بايديهم كانوا بيخشوا يكسروا المصانع والمكن، لان كانوا بيشوفوا المكن ده هو هيستبدلهم. مفيش عمر، وانا بقول لكم يا جماعه، كل التكنولوجي اللي احنا كهيومنز اللي عاملينها، احنا يعني احنا هيبقى لنا دورنا طول الوقت، لكن ده مش معناته لازم يبقى عندي رولز. اي حاجه محتاجه حاجه مهمه جدا يا فندم، قانون وضابط للموضوع ده. يعني ده مهم جدا، انه وده نتكلم فيه ازاي يبقى عندي تشريع كمان وعندي رقابه، لانه اي شيء اذا امن العقاب اسيء الادب. صح بالظبط، ممكن يستخدم في حاجات كتير طبعًا. قوي يعني احنا في غنى عنها طبعًا. طيب ايه اهميه بقى تعليم الاطفال دلوقتي الذكاء الاصطناعي؟ لا ده التانج المفروض يبقى زي ما بيقولوا المذر تانج، اللي هو اللغه بتاعه الجيل ده كله ده، ولازم احنا نلتفت جدا ونراجع المناهج بتاعتنا. اللي هو انا قيمه التعليم ايه يا فندم؟ انه التعليم ده يعمل لي مخرج، المخرج ده يبقى هو بناء عليه بيقدر يلبي احتياج السوق. هو التعليم للتعليم ولا التعليم من اجل التشغيل؟ في نتيجه، لازم في نتيجه. لازم، فهو بديهي جدا انه لازم انا يبقى بضفر تول زي الذكاء الصناعي في من بدري قوي. انا رايي انه الحاجات دي لازم كمان، وعايز اقول لحضرتك حاجه، هو في طفل دلوقتي مش معاه موبايل، في سمارت طبعا، كله معاه سمارت، فلازم بقى ابتدي اخد دفع في قصه تعليميه. صح، عشان ما يروحش في قصه ثانيه، هو هيبقى قدام الشاشه دي. فانا المحتوى، وانا ضد سياسه المنع،
دايما احنا الشطاره في فن البدائل والبدائل المفيده والاتراكتيف الجذابه. يا ما ينفعش اعمل حاجه للطفل تخليه هو بيروح هيروح للحاجه الكاتشنج اللي هتبقى بتاخد الاي كونتاكت بتاعه. فده مهم قوي. فلا طبعا لازم جدا ان انا اهتم بالذكاء الصناعي واهتم بكل هي مجموعه حاجات. هو مش احنا مش عايزين يعني برضو عايزين نفهم الذكاء. طب قول لنا فهمنا ايه الموضوع. الموضوع ان انا الاول عشان اوصل للذكاء الصناعي لازم افهم ال 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 الكمبيوتر ده حته الحديده دي والاوبريتنج سيستم بتاعها. هو الحديده بتشتغل فيا اوبريتنج سيستم تشغيل نظام تشغيل. افهم ده ازاي؟ طب ده لما يبقى يتحول على الموبايل يبقى موبايل اب ازاي؟ طيب لازم افهم بدائيا البروسيس كلها. طبعا بص يا فندم مع احترامي احنا مهندسين فانا بقول دايما البيز اوف ساينس هو اللي بناء عليه اقدر اطور. لو انا مش عندي البيز هبقى يوزر صح هبقى مستخدم صح. ده الفرق ما بين المستخدم والمطور فعلا طبعا البيزكس اللي هو فاهم. فانا لما بدي الولاد الحاجات دي مش عايز كلهم يطلعوا مبرمجين مش عايز كلهم يطلعوا في القطاع ده بس هيبان الحد التالنتد في الحته دي فهيروح فيها. فعلى فكره ده قادر ان هو احنا شايفين القياده السياسيه مهتميه دلوقتي بالتنميه البشريه وهي دي اهم حاجه. فالتنميه البشريه هي ازاي انا انمي الولاد وانمي بقى من الصغر بقى الشاب الصغير الطفل الصغير ويبقى فاهم مش سوري مع احترامي عنده. احنا للاسف اعتمدنا في اوقات طويله عندنا جدا على التلقين. التلقين ده شيء ما بيخلقش ابداع تماما. واحنا دوله مصر دوله هي قيمتها في ابداعها قيمتها في قوتها الناعمه قيمتها طول الوقت ان هي ما يميز مصر الانتاج الفكري بتاع ولادها. فتخيلي بقى انا بقول ان احنا قادرين ان احنا نبقى نعمل حاجه واحنا بوبوليشن واحنا عدد سكان كبير جدا ما شاء الله. فازاي ده يبقى نعمه وليس نقمه. واخده بال حضرتك ازاي ناخد وعلى فكره كل البوبوليشن ده ازاي مش لازم كله يبقى دكاتره كله يبقى مهندسين كله يبقى مبرمجين لا ازاي كمان الفني يبقى فاهم شويه تكنولوجي فيقدر يستخدم ده في الشغل بتاعه. ما انا ده اللي فهمته من حضرتك انه هو احنا مش بنروح نتعلم ده احنا بناخد ده ونابلايت على وظايفنا ونشوف احنا محتاجين ايه منه بالظبط. وهو زي ما بقول لحضرتك زي ما حضرتك مثلا في وقت الثوره الصناعيه بقت في ماشينز بتعمل حاجات هيبقى ده تول جنبي هتبقى مفيده للدكتور هتبقى مفيده للمهندس هتبقى مفيده للمحاسب هتبقى مفيده لرجل القانون هتبقى مفيده لارساء العداله. ان انا مثلا لما بحب مثلا اتراك حاجه بشوف كاميرات وكاميرا حاجات بتعمل فيس ريكوجنيشن وبقدر اتتبع وبقدر احلل صح. فده حاجه مهمه جدا. فازاي بقى انا ادخل وعايزين بقى نموت الفزاعه من الموضوع ده وانه ده حاجه هتيجي تستبدلنا وكذا فيش كلام ده طبعا او يعني هيفبركوا لنا فيديوهات دي برضه ما هو ده دي الحاجه اللي الناس كلها مرعوبه منها. عايز اقول لك على حاجه ما ده لازم يخلينا ان احنا فاهمين عشان نقي نفسنا من الفبركه صح بالظبط. ولازم يبقى عندنا جوري ومجلس قومي وانا متهيألي ده بس ازاي ده يفعل بطريقه صح انه يبقى في جوري بتقدر تاخد بالها من الحاجات دي وهل ده فيك ولا لا وما بقاش في حاجه اسمها ديب فيك ما بقاش بقى ده الصوره بالفوتوشوب ده فيديو وحد بيطلع يتكلم وبتشوفيه هو از از زي ما بيقولوا يعني. فازاي يبقى ال كمان انا عندي كيانات بتقدر تحكم المساله تحكم اذا كان ده ولا لا ولازم يبقى عندي قانون صح تشريعات زي ما حضرتك يجرم ويبقى رادع. هنا بقى يحصل البالانس بين ان انا اخد الحاجه الهاي تك ده واخده اون ذا رايت تراك في الطريق الصح بتاعه مظبوط. طيب دلوقتي هل فعلا في مهن هتتاثر بدخول يعني الذكاء الاصطناعي وهل في كليات انت دلوقتي بتقول انه بلاش منها؟ طبعا بصي خليني نتكلم بصراحه شديده جدا مثلا الترجمه يعني انا مش عايز الناس المترجمين يزعلوا مني ولا حاجه بس يعني مثلا انت دلوقتي بقى عندك ترجمه فوريه بتعملها الماشين وبيرفكت وبتديكي
فويس معين، توناليتي معين، بتقدري تسمعي الحوار في نوع من التدقيق بطريقه معينه وكذا وكذا. فمثلا المترجمين يعني الدنيا هتبقى مش هنس، حتى اللي بيترجموا الكتب يا فندم. بص يا فندم، كل حاجه يعني دلوقتي انت ممكن تجيبي، اصل ترجمه الكتب ليها طابع خاص شويه، اللي هو انا لازم ابقى كاتب اصلا كويس، ولازم يبقى عندي فهمك بقى كل ده. انت تقدري ما هو الكوميوليشن اللي انا الجينيريك اللي انا بعلمه ده، بعلمه اقدر بعد شويه يقدر يعمل الفاليو ده. مش هيبقى، بصي عايزه خلينا نقول نقطه مهمة. انا اتوترت عشان انا بكتب كتب فتوترت. طب مش، لا لا لا، بصي هقول لك على حاجه، هتفضلي لازم انت تكتبي. اوكي. ما ينفعش حد يبقى اصل، خلي بالك ولسه انا بقى ده اللي هكمله لحضرتك، انه جزء الابداع الفني ده عمر ما الوقت، القيمه البشريه في قدرتك على الاوت اوف ذا بوكس. عمرك ما انت بتعلمي الماشين، هتعلمي عشان تساعدني. ثانية بس، هتعلمي الماشين انها تخلق ابداع؟ استحالة. أوكي. استحالة في يوم من الايام تعمل ابداع. استحالة. طيب. بس قدرتها انها تعملي حاجات كتير جدا تسهل عليك. طيب اول حاجة هي لغات وترجمة. ممكن شوية المحاسبين، انا هبقى محتاج بقى الحد اللي بيعمل حاجات، يعني انه في سيستم بقى بيعمل محاسبة وكذا، مش هستغني عن المحاسبين طبعا، لكن هيبقى قل بطريقة معينة، او هاخد المحاسب ومراجع الحسابات في طريقة في جوب بطريقة مختلفة مثلا. يعني دي محتاجة تطوير. المنطقة دي محتاجة هو تطوير. كل على فكرة ال 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 الوظائف كلها يا فندم هتبقى على فكرة هتفضل كلها مكملة، بس لازم الحد يمتلك قدرته على استخدام الذكاء الصناعي في الوظيفة بتاعته، فيعمل الشغل ده فايا من خلال التول دي. ده معناه ان يعني ان المناهج نفسها محتاج نشتغل عليها كتير جدا. ده لازم. طب المحامي يقلق ولا ما يقلقش؟ بصي انا مش عايز حد يقلق على فكره. لا انا عايز اقلقه. لا لا لا. عشان نخلي الناس تفكر بجد في ان هي تبدا تشتغل على نفسها. طبعا طبعا لازم كل حد تاني، يعني مثلا اديكي انا بتكلم بقى على وزاره العدل كلها، خلينا نتكلم على القطاع ده، مش هيبقى في كاتب محكمه، هيبقى في جهاز بيسجل، وده هيمنع الخطا البشري، ان انا بكتب بقى اكتب كلمه غلط، اكتب كلمه غير مقروءه، حاجة بعد كده الدفتر ده يتقطع منه ورقة، الدفتر ده يقع، الدفتر ده يعني يبوظ، ايا كان كذا، ده هيبقى مش موجود. انا بسجل ده وبشتغل عليه، ده بقى هيسرع في تقدير التقاضي. لان انت بقى القاضي ممكن يتعمل له اناليسز، تحليل للبيانات دي بطريقة معينة. لازم هو يقرأ ويفحص كل حاجة وكذا وكذا، بس هيبقى عنده آلية معينة تقدر تطور له من قدرته على الاستقصاء وكذا. ده معناه ان هيتم استبدال يعني الموظفين الحاليين بموظفين عندهم قدرات مختلفة. طب لازم، ما هو ده عشان كده أهمية، احنا دلوقتي انا رأيي ان في وقت من الأوقات لازم يبقى في وزارة للتنمية البشرية. وزارة. يعني مع احترامي الشديد لأنه ألحقنا ده وده، وده حاجة هايلة جدا. التنمية البشرية ألحقناها بالصحة والسكان، لأنه هي فعلا ريليتد، يعني ما فيش تنمية بشرية من غير صحة كويسة وسكان، هم اللي هنعملهم التنمية مزبوط. البشرية. بس جه الوقت أنه ده يبقى حاجة مهمة، وهي مش بالتسمية على فكرة، أو مش بالاستقلالية، يعني أنا مع الدمج في في المهم نوصل للنتيجة اللي احنا عايزينها. المهم النتيجة، المهم النتيجة. المهم النتيجة. طب بالنسبة لشغلانتي، بصي بقى الافيتارز، الافيتارز الواحد بيشوف فيديوهات مرعبة الحقيقة. بصي هقول لك على حاجة، مع احترامي الشديد، بلاستيك، الفاليو الانساني والفيلينج والضحكه الطبيعيه، بتضحكي امتى وبتبقي، يعني هو المفروض المذيع يبقى عنده ماسك فيس بطريقه معينه، اني واي يعني، ده لو مذيع نشره يعني، بس الحاجات دي عمرك ما تقدري تستبدليها. نفس الكلام زي ما قلت لحضرتك في الكتابه وكذا، الحاجات دي لا يمكن المحاكاه فيها. هتفضل المهن الابداعيه هي ابداع بشري، وهو قيمه الانسان هنا الحضارة. وهتفضل المكنة محتاجة اللي يقودها. طبعا يا فندم، طبعا يا فندم. وانا هقول لك حاجة بقى، انا اللي يخوفني في الماشين ايه دلوقتي، فيه بيعملوا حاجات في الروبوتس بقى، انه يخليها عندها، بيديها سنس، بيخليها زي يعني بتشم وتحس الفيلينجز دي. لا انا مش عايز الحتة دي يعني، بس ده موجود. موجود وفي تطوير، وانا ده اللي مش عايزينه. يعني انا ايه القيمة ان انا يبقى عندي ماشين بخليها بتحس. تحاكي
وفي حاجات تانية مش عايزين يعني anyway. في نوع دايما دايما في اكستريم في الحاجة، دايما في كل حاجة بتطلع بيبقى في اكستريم غير مطلوب. انا بقى مش عايز الاكستريم ده، وده اللي انا جرامه بقى، ده اللي انا جرامه، وده اللي هو تطويره ممكن يعمل مشاكل، بلبلة يعمل مشاكل. يعني مثلا زي مثلا هقول لك على حاجة في حتة السلاح مثلا، بس مش عايزين يعني احنا بنتكلم على الثقافة والفن، مش عايزين نتكلم على الحاجات الاجريسيف دي. ممكن مثلا اسلحة معينة لإدارات معينة بتدار بالذكاء الصناعي، الذكاء ده يحصل فيه حاجة اسمها هلوسينيشن، هلوسة، فتلاقي صواريخ بتتضرب في الفاضي يا نهار مثلا. ابيض. انا بفرض، فاحنا لو خدنا الكلام ده برضو على الروبوتس ممكن تحصل. فانا لازم بقى أأمن الحاجات دي، واخده بالك، واحط لها ضوابط واجرمها، وزي زي يعني وتبقى لا مفهومه. وده ما يمنعنيش ان استفيد بحاجات جميله جدا جدا، وبتوفر لي في وقت وبتطور لي. وتقدر على فكره شبابنا دول يبقوا هيومن ريسورسز بيدخلوا الدوله المصريه، مع احترامي الشديد. الصناعه هتاخد وقت، ودي حاجه مهمه جدا، الصناعه ده شيء مهم جدا للدوله المصريه، طبعا. لكن انا بقول القيمه الكبرى في مصر هي اقتصاد الخدمات، اقتصاد الخدمات اللي هو السيرفيس، اللي هو من ضمنه البرمجه والذكاء الصناعي وكل الحاجات التولز دي والجرافيكس والنتورك والكلام ده كله، ده الاقتصاد اللي قادر. انا عندي ومليان قطاعات يا فندم يعني، مصر شابه، مش حاجه واحده بس. مصر شابه 60 مليون. انا بقول دايما ال 60 مليون دول، انا لو في مليون، وده عندنا برنامج بدايه يا ريت يتبنوا هذا الفكر، مليون اقدر اعمل لهم ديفلوبمنت في الحته دي، وهم دول يبقوا في مليون زي محمد صلاح بيدر دخل بس في القطاع ده، واخده بال حضرتك؟ ببساطه شديده ده يقدر يعمل ناتج قومي دولاري، يقدر يحل لي مشاكل اقتصاديه خلال سنتين، وما فيهوش مدخلات انتاج، لان انا بيجي في الصناعه مدخلات انتاج جايه من بره، لا ده انا كل يعني. ده هيومن ريسورس من ولادي وبنميهم وبقدر اعمل بيهم اكشن. طب خلينا نكمل في الكليات، ايه الكليات تاني حضرتك شايف انه يعني بلاش منها دلوقتي؟ لا مش بلاش، انا اقلل الاعداد. ما هو بصي العدد ده اللي داخل هيستخدم تول تكنولوجي، فانا مش عايز الماس ده، مش عايز ايه مثلا تاني غير المحاسبة والترجمة، حقوق، تجارة، أقلل شوية كليات الألسن، أخد بقى حاجات ليها دعوة بالإبداع بقى، مش بالحتة الحاجة اللي ممكن تعملها الماشين. يعني لازم، أنا عمري زي ما بقول لحضرتك مفيش حد ينفع يقلق، بس الحد ده لازم يتعلم الوسيلة الجديدة، زي ما في وقت من الاوقات في محو الامه انه لازم الحد يفهم كمبيوتر ويعرف يكتب ويعرف يسيرش وكذا، دي بقت طول منهم، دي بقت حاجه من ضمن الحاجات على فكره يا جماعه، وحاجه مكمله. فانا لازم على فكره الحاجات دي برضه بفهمها كويس عشان اعرف استخدم، حد هيستخدم الاي اي من غير ما يبقى فاهم كمبيوتر؟ عشان كده قلت لحضرتك في الاول لازم الطفل يفهم الحته ده بيشتغل ازاي. من سن كام بقى؟ من رايي، انا رايي ان هو يعني اي ثينك انه من 6 سنين وي كان ورك، نشتغل على ده، نشتغل على الطفل من 6 سنين في ده بوقت، لان خلي بالك انا يهمني جدا الطفل احافظ على طفولته واحافظ انه يلعب ويعني بصي انا ضد تماما لازم الولد يبقى في السن ده اخد بقى اديله ربع ساعه يستخدم الماشين، لان دي ليها اضرار سلبيه طبعا على 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 عقله وعلى فرط الحركه وعلى حاجات كتير جدا وكذا. فازاي ابديله الوقت اللي ابني فيه، وده اقدر مني علماء اللي هم بتوع اللي بي بي بيقدروا يشتغلوا على التشريح العقلي وكذا للاطفال ونموهم وكذا وكذا، يقدروا يقولوا اقدر مني بده، بس جنرال ان انا ازاي اقدر من الولد وهو صغير، اللي هو عنده ولع، هتلاقي الولاد كلها عندها ولع انها تستخدم التول دي، فازاي اخدها بقى في حته ليها دعوه بالنمو العقلي، ازاي هو يعمل يسمع حاجه مثلا فيفهم منها معلومه، وليكن معلومه تاريخيه عن بلده، طب حاجه تانية يقدر يستخدم حساب، يعرف يحسب من وهو صغير، وحاجات صغيره كده ولعب تبقى لطيفه وظريفه، هو هيبقى باي ديفولت بيتعلم. فتلاقي ده بقى بينمي المهارات واحده واحده من غير ما نخسر حاجات تانية. لا لا لا، وانا لازم اهتم بالفيزيكال فيتنس، لازم اهتم، خلي بال حضرتك يعني
مفيش ذكاء من غير صحه جيده، من غير تغذيه جيده، من غير هي ذكاءات متعدده. طب ليه ايلون ماسك شخصيا كان بيحذر من الذكاء الاصطناعي؟ بيبصص العالم العصفوره بيضحك على اللي بيقول لهم حذروا، وهو بيشتغل في الذكاء الصناعي. هو ها طبعا ده هو يعني اول واحد خد السكه دي. ما هو ده يا فندم اللي بنقوله، ما ده اللي بنقوله يا جماعه، ما تلتفتوش للكلام ده. خلي احنا لازم يبقى عندنا مش اي حاجه اسمعها انا اتفاعل معاها، انا لازم العقل ده بروسيسنج يخش فيه الكلام اتفاعل معاه واشوف الواقع. انا بشوف حد بيقول حاجه بيعمل حاجه غيرها، مش منطقي. هاو كان يعني. طب عايزين نسال السؤال من ناحيه تانية، عشان برضو في ناس متخيله انه المجال ده كدراسه وكعمل وكان احنا نطور من نفسنا في الحته دي هيجيب فلوس رز كتير. بقى كتير بيجيب فلوس رز اوكي، يعني ايه بقى؟ بصي بقى، هو القطاع ده هو بدليل يعني، هو اولا القطاع ده بيسيرف على كل مناحي القطاعات، يعني قطاع التكنولوجيا ده بيسيرف على قطاع الطبي، بيسيرف على القطاع الصناعي، بيسيرف على القطاع التعليمي، بيسيرف على الابداع، بيسيرف على كل الكل، بيسيرف على السلاح، بيسيرف على كل حاجه على كل تقريبا حاجة. وفي حاجه اسمها الاي جوفرمنتس، الحكومات الذكيه وكذا وكذا، بيسيرف على الكونستراكشن، المباني الذكيه، المدن الذكيه. فالحد اللي بيبقى عنده النولج دي كان يعني ساعات يقولوا لنا انتوا بتعملوا ايه كل هي احنا بنعمل حاجه واحده، احنا الناس بتوع تكنولوجي بنشتغل في التول دي، بس التول دي بتسيرف على حاجات كتير قوي. انت بتختار بقى الحته اللي هي انت هي على فكره هي تول واحده، بس انت دورك انك تطوعيها في حاجات معينه. وطبعا جميل انه حد بيبقى متخصص في حته، يعني حد هو واخد التول بتاعه الذكاء الصناعي دي بيشتغل بيها في الميديكال سيكتور، حد بيشتغل بيها في الكونستراكشن، في الريل استيت، في التطوير العمراني وكذا. يعني فطيب، وده اللي انا بقوله انه المهارات دي هتخلي عندنا شباب السالاريز بتاعته عاليه. لكن ما هو مش كل الشباب هيبقى عندهم هم كاليبرز، هم عندهم هذه المهارات برضو. انا زيها زي اي شغلانه، في واحد دكتور شاطر، في واحد انا يعني عايز الشاطر. انا دايما بدعو انه الحد يعمل اللي بيحبه، يعني في حاجات يقول لك حب اللي انت بتعمله، لا اعمل اللي انت بتحبه. صح. لانه اللي هيعمل اللي هيحبه هيستحمل هيبقى عنده باشن، هيبقى عنده يقدر يستحمل، هيبقى عنده بيفايت عشان يوصل وهكذا. لكن القطاع ده قطاع مهم، وقطاع بيعمل فلوس زي الرز. طب اخر سؤال بقى بمناسبه التشريعات، هل في دول بدات تحط تشريعات؟ لا هو ما حصلش لسه. لا في تشريعات يا فندم، بس لسه التشريعات لازم تجري بنفس التسارع بتاع التكنولوجيا. يعني هم مش مواكبين لبعض لغايه اللحظه. لازم لغايه النهارده، بصي انت دلوقتي عندك حاجه مثلا، في حاجه اسمها الديب ويب اللي يا جماعه في سيرفس ويب، ده من زمان ده، وديب ودارك ويب. انا مش دعوه بالدارك دلوقتي. خلينا حتى في الديب. ازاي بقى يبقى عندك تشريعات كمان بتقدر، يعني كل اللي حضرتك شايفاه من الويب ده 5%، الديب ويب 85%. ده محتاج حلقه تانية يا باشمهندس، ده موضوع كبير جدا جدا جدا. بس بجد حقيقي شكرا لوجودك معانا. انا بتشرف باشمهندس روماني رزق الله. ولازم غيروا الاسم على لا 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 سيبك من الكلام ده، خلاص احنا بقينا اصحاب. خلاص ما احنا مالناش دعوه بحد. طيب انت هتجي لنا. تمام. هي غلطه في الورق بس، لكن هم طبعا عارفين حضرتك. وحقيقي يعني شرف لينا ان حضرتك تبقى موجود معانا، ومهم جدا للساده المشاهدين طول الوقت ان احنا نقعد نفكرهم بانه يا جماعه في طريقين، انت اختار تمشي في انهي طريق، لكن مفيش حاجه وحشه 100%، ومفيش حاجه هتلغي وجودك. وده صدقيني مش عشان مجال ده، ده لازم يبقى فيه انا بعمل وعي جمعي. صح. بما ان حضرتك مهتم، الوعي الجمعي ليه دعوه بان انا اعمل توعيه باستمرار. الله، باستمرار. هو ده. يبقى الوعد هتنورنا تاني. اتشرف. شكرا لحضرتك جدا جدا. انا طبعا متاكده انه الفقره دي كانت مهمه لناس كتير قوي من اللي دماغهم بتشتغل في فكره انه التكنولوجيا هتلغينا. لا، احنا اللي بنصنع التكنولوجيا، فالتكنولوجيا مش هتلغينا، احنا بس محتاجين نتعلم ازاي نطوعها صح. فاصل ونرجع لكم مره ثانيه.